السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي. النهاردة أنا حبايبي هناخد مع بعض الجزء الثاني تدريبات عليه من درس نريد أن نلعب. تعالوا نقرأ مع بعض القطع. أخذ الجيران يشكون من ارتفاع أصواتنا وطلبوا منا الكف عن اللعب. طيب دي قطعة بسيطة كده، وبعد كده بيقول لي استخرج. استخرج يعني أنا هطلع من القطع. بيقول لي عايز كلمة فيها مد بالواو. فين الكلمة اللي فيها مد بالواو؟ أيوه أنا سامعاكم بتقولوا لي كلمة يشكون. يشكون دي فيها مد بالواو. يشكون. تمام؟ بعد كده بيقول لي السؤال اللي بعده، طلع اسم. طبعا من علامات الاسم زي ما احنا اخدنا علامات كتير، منها تكون الكلمه بتبدا بالف ولام، او بيكون الكلمه اخرها ت مربوطه او تنوين، او يسبقها حرف جر، او يسبقها اداه نداء، وهكذا. تعالوا كده نشوف. عندي كلمه الجيران فيها الف ولام، يبقى الجيران دي ايه؟ دي فعل، دي اسم. الجيران، الجيران. تمام. بعد كده عايز فعل ماضي. ماضي يعني حدث وانتهى وخلص خلاص. كلمة أخذ ده فعل ماضي، أخذ خلاص ده فعل إيه؟ فعل ماضي. وعندي كمان طلبوا، طلبوا، طلبوا خلاص منهم، يبقى هنا ده فعل إيه؟ ماضي. هقول له أخذ حرف جر. عندي من وعندي عن، عندي حرفين جر، هكتب من. بعد كده بيقول لي معنى الكف. معنى الكف ايه؟ هل هي الامتناع ولا الاقتناع ولا المزاوله؟ واخد بالي من هو بيسالني بيقول لي معنى ولا مضاد عشان اختار الاختيار الصحيح. طب معنى الكف ايه؟ معنى الكف الامتناع. السؤال اللي بعده بيقول لي ماذا طلب الجيران من الاطفال؟ ما جاوبش من مخي كده، ارجع للقطعه واشوف القطعة بتقول لي إيه؟ أخذ الجيران يشكون من ارتفاع أصواتنا وطلبوا منا الكف عن اللعب، يبقى طلب الجيران من الأطفال إيه؟ الكف عن اللعب. هنكتب له الكف عن اللعب. تمام. أكمل خريطة الكلمة. في الخريطة بجيب أربع حاجات، معنى ومضاد ونوع وجملة. طب عندي كلمة إيه؟ عندي كلمة ازدادت. ازدادت يعني إيه؟ يعني كثرت، كثرت. طيب مضاد كثرت إيه؟ قلت. تمام. نوعها إيه؟ ازدادت ده فعل، حاجة إحنا بنعملها فعل. طيب عايزة أدخلها في جملة، هقول إيه؟ ازدادت أطفال، ازدادت أصوات الأطفال ارتفاعاً. ازدادت أصوات الأطفال ارتفاعاً. تمام. أكمل شبكة المفردات. شبكة المفردات يعني بجيب الحاجة اللي ليها علاقة بالكلمة. عندي كلمة طفولة. طب الطفولة فيها إيه؟ سمع حد فيكم بيقول لي مرح. تمام. لعب، عندهم ألعاب، عندهم إيه كمان؟ عندهم براءة. الأطفال بيبقى عندهم إيه؟ بيبقى عندهم براءة، وعندهم ألعاب، وعندهم حاجات كتير. هات على نفس الوزن. كنا واخدين على نفس الوزن يعني نهاية الكلمات بتكون متشابهة. عندي هنا عمارة أخرها إيه؟ راح ت مربوطة. ممكن أقول سفارة، ممكن أقول حقارة. يبقى انا كده جبت على نفس الوزن. طيب بيقول لي وضح الفرق في المعنى. الفرق في المعنى يعني انا عندي كلمتين ليهم نفس الحروف، ولكن معناها في الجمله الاولى يختلف عن معناها في الجمله الثانيه. عشان اعرف معنى الكلمه لازم اقرا الجمله وعشان احدد معناها. بيقول لي طلب منا الجيران الكف عن اللعب. هنا الكف يعني ايه؟ يعني الامتناع. الكف معناها هنا الامتناع. طب لما يقول لي نمسك الاشياء بالكف، بالكف يعني هنا بالايه؟ باليد. يبقى معنى الكف في الجمله الاولانيه الامتناع، لكن معناه في الجمله الثانيه اليد. طيب بيقول لي اكمل، بدا الاطفال بلعب، بدا الاطفال اللعب بلعب، بلعب ايه؟ ايوه، اول لعبه لعبوها اللي هي لعبه الاختباء. الاختباء. ثم لعبوا بالايه؟ بالكرة. ثم لعبوا بالكرة.
رقم 2 بيقول لي طلب الجيران من الأطفال إيه عن اللعب؟ أيوة الكف، الكف عن اللعب. طيب رقم 3 حزن الأطفال واضطروا للجلوس في إيه؟ سمع حد بيقول لي منازلهم، في منازلهم. طيب بيقول لي بعد كده حول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. جملة اسمية يعني لازم أكتب الاسم في الأول. تتكون العمارة من 10 طوابق، هجيب الاسم في الأول هتبقى إيه؟ تمام، العمارة تتكون من 10 طوابق. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا تدريبات المراجعة. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كان معاكم ميس همت مصطفى مدرسة اللغة العربية، شكرا لكم.